محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولا ليال عنوانك أي محاضرتك صاب سنتهي واسدي لإعلانيي وحويان معناه طريقك إلى السعادة الأسرية أما وحوي شتك لغارو ليبانت قويسك قويسك إنه نقض قويس ليباني وإلهي سبحانه وتعالى جددي يهدفك أكلها قاري وضضى إيا طريقا لغارو أما لغحلو أي إن شاء الله محاضرة كساب سنتهي أولا أدان هور دعير أو قابا عن سوق آذنه سعادة عمل لبانتا ووحك لي قف والبؤ دوني وجنب قف والبؤ راذين يوي لكن سؤال شو وحي النقطي حقال لك هلا ضد بلنبا ميلين شرين أدوني لبانتي يا سعادة دي ميلي سنشرين بيور راديين قاربا ما لا دفر بضان إني هلان بيس دهن كور رادي قار وحي دهن ملاح تنمو يا أود كور رادي قار ما وحي كور راديين جاه يا وجي يا سمعد يا شرف إنو قفكو قارو أيو اسير اللبانتي كهل لكن دمانتود ويسو واير ويهم قوبين ميسن قارن وحين النقضين قفيري لؤلؤة بهل كليرا لؤلؤة وبدا دحل يدر لقحلو أيام وحان كدون يا بورها قفيري بو النقضي بين النقضين دمانتود ميسن سو قارن سببتو محيطاي لبانتو ماها وحل إيبسد ماها لعق يا دولار يا شلي وحل وصو إيبسن كرا ماها وهو يواصفات قلبك أما النفط يكسفه وقفك وكوغارو حسلوني يد جنان يهن والول والبهار قفك أوسن هين ويهقف مرو البهار بأه عافمات غلو لمن تواصل أوي ومرك أمن معنوي أوي ومعنوي هو نفسي أويان ما هو مرك اللوهرة يعني وحيارها عن صوت المعنى يوضن سيدة درتين أيها وحا ويمال يا وحيارها اللهم اتكاهونا أنا اللوهة لكرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مرك اللحيري وحبسي اللبقي دولمي قردر اللوهري أيها العجيب غيري وحو يري عدو غيقو يري عنيق عدو غيقا محاي إغو الصمين يعني محاي إغا قادة يان بويري محاي يري بويري جنة يري قلبك إيتا الله جنة يري قلبك إيتا الله مال كستو أي قيان وإراعي سابو يري مركز سعادة وقفك الرادين أيو ووح قلبك كتيرو سوى حرم وحبسي كتيرو أيوه هدنا وحو هايستا حسلوني يا دجنان يا الله كحرنان يا ولول يا عبسي هبا يا راتيني سنهينين ما كم حالك قال يا قف كاسوك عليه وقف جناليسي يا سعادتيسي اللي بانتيسي وقلبك يوفر لدوي ما كان اللي بانتي يا سعادته ووح قلبك قاله يا روح ويا انا نحسي عين معنويا ابن القيم رحمه الله تعالى امام كيسكنا ارضى يا شيخ الاسلام ابن تيميه اها اي هذا العجيب بدل ما دار سكنا له وحليه
wuxuu leeyahay qalbiga bani aadamku yidhi waxaa ku jiru yidhi kala firirsanaan iyo kala daadsanaan aanay aruurin karin oo isu keeni karin ilaa inay ilaahay inuu qaabilo maahan subxaanahu wa tacaala. Sidoo kale wuxuu yidhi qalbiga waxaa ku jiro didsanaan, mar walba uu didsan yahay, mana ka bi'in karaan arrimaha ilaa inuu ilaahay caza wajalla dugsado oo weheshada ma ahane. Wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala, qalac iyo deganaan la'aan iyo walbahaar ayaa qalbiga mar walba ku jira, taasna waxa weeye wax kale kuma zuuli karaan ilaa inuu ilaahay u noqdo oo daacadiisa dul gawriirsado oo ilaahay caza wajalla u toobad keeno oo ilaahay daacadiisa amarkiisa iyo nahyigiisa ku sabro ma ahana wax kaloo ka tiri kara malahan, buu yidhi. Wuxuu leeyahay imaamku raximahu llahu tacaala, wuxuu leeyahay buu yidhi qalbigu baahi, baahi buu mar walba dareemayaa, aanay awoodi karin ilaa inuu ilaahay caza wajalla si ikhlaasa oo dhab ah uu ula mucaamalooda ma ahana rabbigii subxaanahu wa tacaala. Taasoo wuxuu yidhi aysan bi'in karin adduunka waxa yaaloo dhan haddii gacanta loo geliyo. Sidaa darteed walaalayaal, sacaadadu waxay noqotay wax lagu gaaro iimaan iyo yaqiin, iimaan ilaahay la rumeeyey iyo yaqiin uu qofku yaqiinsado allah tabaaraka wa tacaala iyo aayaadkiisa iyo xisaabtiisa iyo qiyaamihii uuna ku tooso, sida iyada aha lagu gaaraa. Sidaa darteed diinteenna islaamka oo naxariista ah, oo iyadoo dhanba naxariista ah, allaha raxmaana uu soo dejiyey, nabigiisa raxiim uu ku tilmaamayna u soo dhiibay, waxaa ilaahay caza wajalla la soo dejiyey inay bashariyada oo dhan u ballanqaado waxaa la yidhaahda sacaado iyo liibaan adduun iyo aakharaba, dhinacyadeeda kala duwan oo dhan, dhinacyada marka iyo jawaanibta diinta islaamku ay la soo degtay inay insaanka sacaadiya liibaan kaga haqabtirto. Waxaa ka mid a maaragtay dhinaca qoyskaa ka mid a, qoyska ayaa ka mid ahoo allah subxaanahu wa tacaala qoyska wuxuu ugu talagalay deganaan iyo raaxo iyo xasilooni iyo liibaantiiyo jannadii adduunyadu ilaahay caza wajalla ugu talagalay. Wa haddii ay allah subxaanahu wa tacaala awaamiirtiisa iyo awaamiirta nabigiisa u hoggaansamaan sala allahu calayh waali wasalam. Sidaa darteed diinta islaamka xataa dadka waxay u diiday walwalka, inuu qofku walwalo xataa waa loo diiday, waa laga ilaaliyey. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin, yacni waxa weeye ha walbahaarina hana murugoonina, idinka ayaa ah kuwa sarreeya haddaad tihiin kuwa mu'miniin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysan. id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana, nabiga calayhi salaatu wasalaam ee abubakar markay godka ku jireen gaalada ay ka cararayeen oo abubakar uu cabsi dareemay, buu rasuulku sidaa ku leeyahay sala allahu calayhi wasalam, hadare ha ahoolwalin, buu yidhi allah tabaaraka wa tacaala ayaa macaynaa oo nala jiro. Sidaa darteed walaalayaal, diinta islaamka waxay la timid sacaadadii iyo liibaantii bashariyada oo dhan ayay la timid, iyo inay wax allaaliya waxa dhibka ah oo haya ka dulqaado. Dhinacyada marka ay liibaanta ka tustay ama kala soo degtay waxaa ka mid a liibaanta qoyska ayaa ka mid a. Waxaad marka arkaysaa islaamku qoyska sidiisaba wuxuu ku dhisay oo aas-aaskiisii horeba lagu taagay muqawimaatu sacaada, waxaa la yidhahdaa sacaadada iyo liibaantu waxa ay ku imaanaysay ooba laga helayayba, oo maxay tahay? Waa mawadda iyo raxma, kalgacayl iyo naxariis weeye. Sidaa darteed ayaysan jiraynin haba yaraatee liibaan iyo sacaado haddaysan meeshaa mawadda iyo kalgacayl uusan jirin, ama meesha aysan naxariis iyo isu naxariisasho aysan jirin, marna ma imaanayso. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wa jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha, allah tabaaraka wa tacaala waa kan idinka abuuray hal naf ah, waa aadam, oo naftii ayada ahidna ka abuuroo ka dhambalay xaaskiisii, xaaskeedii oo xawa ah, liyaskuna ilayha si uu ugu xasilo oo uu ugu dego oo liibaan uu ugu gaaro. Wuxuu kaloo leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله سبحانه وتعالى وحيري آيات كإلهي عظمتي سي وينيديسا يا وديسا كامل كأكتوسا يوحى كاملا إنو نفتي اللي إذن كقابو ري أزواجتي هي هوانكي إني نفتي إنو إذن كقابو ري نفتك كوب هذا الله قابو ري ونفتي آدم وي ما ها الله أبو ري ليسكن إليه لتسكنوا إليها سياد وحى سشان وقدك ثان لبك إيو البهار كي ولوكو إذن كقارو وجعل بينكم مودة ورحمة دحذي إننا إلهي وحو إلى عز وجل وحو الله دقي كالقائل ين حريس أيو إلهي سبحانه وتعالى دحذي إننا مركع يالي سيدة درتد باوحا ويسعد من أبي وقاص حديث كيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبض صلى الله عليه وسلم وحيه أربع من السعادة أفر أرمو الليمان تعيي كم ديهين أرنك كوادوها ويا المرأة الصالحة هو أنت وناكسن واكو تلما روحا والمسكن الواسع قرية واسعة إن عريري غاهين تنصد حدوحا والجار الصالح درسك صالح إيه وناكسن يتن أفرادوها والمركب الهني قاديتك يسكن هنيك أهو في عنو هينك أهو وناكسن أفرت أرم والليمان تأيي كم لهم بور النبي صلى الله عليه وسلم ما حلو شاهد كان روحا وي ليمان تأدوية روحا كم إذا هوين إذا وناكسن هوين وناكسن با كم إذا وحكرا النبي كسر صلى الله عليه وسلم إنه ليه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة والله مسلم الدنيا ذو يضو ضنب وهل راحا بور النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أكتي سقيمة كمله هل كان راحا هو دونك أي لا إذا هين وحا ويري هويني صالحة أهو وناك سموي قفك إلهي كسيه سبحانه وتعالى الله وكان قرآن كله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أو أنت صالحاتك بوت المامه إذا الله سبحانه وتعالى شيئا قانتات وي وقوة الله أضيع سم أو الله هو قان سميس بضن من كان يزوج كان الله هو قان سميس بضن من كنا واسدا سوك ليس غني إسلامك أيضا وحاول يحاكم إذا التلمامه إذا حافظات للغيب بما حفظ الله وهي إلهي عز وجل حفظ السيئي مركو منك إلو مقيهي من إلال بضوي نفتي ذي إلال السا مالك منك ذي إلال السا قولي ذي إلال السا أولاد ذي إلال السا شرف كذي إلال السا شرف كي منك ذي إلال السا سيدا وكالوه يسغن منك قولكو مركا يقولكو مركو سيدا كواس آسمو أصل كيسا وظهر رأيو سكي وحام كجرين يعني إنو كواس آسمي قضبوا وين إيو حيابه اللي مانت إلا قارا أساس كواها قرغا إنو كو استاغي هبدي سيلا يرى الله قرد سي مركا إن بغن وحال لغها الله قويس كي يعرمه إيسا ما حيتي أسبابتا كينتو لغها الله لغها الله يو سبب كوحا ويواس كعديا مجتمع وحو كبل وضع قويس بو كبل وضع قويس كهدي مركل هو آس آس وآس آس وناكسن أو أن إلهي سبحانه وتعالى رأى لكي هاي وحو مجتمع قويس كاس وكبل وضع قويس قويس لوجي يوي لكن هدي مر مجتمع آس وآس آس أو هلابا يو وحو كبل وضع إن ما ركت آس آس كقويس كو وكهلابا كبعدنا ما ركت آي قويسس كي أيوة الدمان وماشا فساد وكي مادو إسلامكو أما دينتا إسلامكا سعادة قور كسيا يوحق يجسي قويسسكا وهذا كيسا أصحى مسلك وحو آياد إلى لي سيقارا يا عيناي اللوسي دينتا إسلامكا مركات في رسان ما لها مراهبتا أو إسلامكو وقور كإمارتا ما قويسكا كعنا يين وحا كتوسيو هدي الله صوروا ريو مركي الرئيس الوحا ليري قور كمركي يدينها البنايو وحاوه الرأي الله يسكف لنا يا مدينة لك عندكم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيسي كوية تنكح المرأة لأربع ولحسبها ولجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ونبي الله صلى الله عليه وسلم هوين إذا وحال وقور سدى عفر على الرماد وحال وقور سدى قروح ليلة إيا نصب كيلة إيا مال كيلة
iyo diinteeda, diinta midda aa ku gaabsuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, fadfur bidaati diini taribat yadaak. Waa aasaaskii ugu horreeyey iyo labinadii ugu horreysay ee guur maaratay guurka loo dhigayey. Afartaa arrimoodoo baa dadku wax ku xushaan ama raggu wax ku raasadaa, laakiin hadday isqabtaan diintaa ku leh, iyadaa asal ah, iyadaa baaqi ah, iyada ayaa qofka adduunka iyo aakhara labadaba la soconayso. Sidaa weeye. Sidaa darteed baa ninkii shaacirka wuxuu leeyahay, laysa alfataatu bimaaliha wajamaaliha kala walaa bimufaakharati alaabaa'i laakinaha bicafaafiha wabiduhuriha wasalaaxiha lizawji waalabnaa'i wa qiyaamiha bishu'uuni manziliha wa an tarcaaka fi lshadaa'idi waaldaraa'i. Shaacirkan wuxuu leeyahay, wuxuu yidhi gabadha wanaageedu kuma jirtu yidhi maalkeeda iyo quruxdeeda, kallaa kuma jirtu yidhi, walaa bimafaakharati alaabaa'i, bimafaakhiri alaabaa'i, abbayaalkeeda inay ku faanto, ree hebel baan ahay, waa ree hebel maahan buu yidhi maaragtay wanaagga gabadha. Laakiin muxuu yidhi, laakinaha bicafaafiha wa biduhriha, cafaafkeeda iyo dhowrsanaanteeda iyo daahirnimadeeda, wax kastoo akhlaaq oo xun ay daahir ka tahay, taa iyada ah weeye gabadha wanaaggeedu yidhi, iyo wa salaaxiha lizawji waalabnaa'i, salaaxinta iyo wanaagga ay u wanaagsan tahay ama wanaajinayso yacni ninkeedii iyo caruurteedii. Sidoo kale istaagga ay u istaagaysu yidhi maaragtay amuuraha gurigeeda, iyo inay ninkeedii ilaaliso wakhti walba, wakhtiga dhibaatada lagu jiro iyo wakhtiga maaragtay barwaaqada lagu jira labadaba. Sidaa darteed baa nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay, idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu ila tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir. Xadiidku waa xadiid saxiixa weeye. Nabigu wuxuu leeyahy sal allahu alayh wasalam, haddii uu idiin yimaado qof aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raalli ka tihiin, u guuriya. Haddii aynan taas yeelinna, fasahaad iyo dhibaato aad u weyn ayaa dhulka ka dhacaysa. Sidaa darteed waxaad arkaysaa marka nimankii laftoodii in lagu raadinayo oo gabadha ay ku xuranayso wanaag iyo diin iyo akhlaaq ee wax kale oo miisaan ah oo meeshaan wax lagu qiimaynaya aysan oolin. Waxaa ka mid ah waxyaabaha ku tusaya islaamku sida uu qoyska u ilaaliyey iyo cinaayada gaarka uu siiyey, waxaa ku tusayo ilaahay casa wa jalla wuxuu amray labada wada jooga inay wanaag ku wada maamushaan. Wa caashiruuhunna bilmacruuf, raggii baa gaar ahaana la hadlaya, waxaa la yidhi haweenkii wanaag kula mucaamalooda. Wuxuu kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala, walahunna mithlu alladii calayhinna bilmacruuf, waxaa rag haweenkii ay leeyihiin oo raggii ku leeyihiin, waxa ay raggu dumarka ku leeyihiin wax la mid ah u dhigmo oo wanaag ahay ku leeyihiin. Sidaa darteed gurigii in wanaag lagu wada mucaamaloodo, mucaamalada amaha soo gasha mid hadala ama mid ficil ha noqoto, waxaa ka mid ahoo soo gelaya yacni maaragtay hadalkii wanaagsanaa, wax kasta oo labadii qof oo wada joogay dhexdooda jacayl dhigayo, wanaagga inay is-amraan, inay isu naxariistaan, inaysan maxaan ku dhaha is-cafiyaan, hadalka wanaagsan diibulkalaam, yacni waxyaabahaasoo dhan ayaa maaragtay mucaasharada qowl iyo ficilba way soo gelaysaa. Markaa waxaa markaa meeshaa ka muuqanayo ihtimaamka uu islaamku siiyey qoyska inay wanaag ku mucaamaloodaan oo labadaba ay yihiin xaq ka dhexeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisu ku waajibiyey. waxaan arkaynaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam oo dayasho wanaagsan ay noogu sugan tahay, oo khayrka iyo wanaagga aan ka qaadanaynay mucallimka noogu ahaa siduu reerkiisa ula mucaamali jiray. waxyaabaha ka midka markaad eegtaan yacni xaqiiqata waxaa kuu soo baxayo meeshii ugu sarraysay, qimmadii u sarraysay inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka gaaray arrinkaa. waxaa dhici jirtay sida ummulmuminiin caaisha ay warinayso, inuu gurigiisa yimaado oo caaisha weydiiyo u yidhaahda, caaishay wax cuntaana yaallaan? markaasay leedahay maya ilaahay rasuulkiisiiyow. markaasuu leeyahy idan ana saa'im, hadday sidaa tahay marka waa soomanahay, wuu iska baxayaa. maalin dambe uu haddana u imaanayaa, caaishay wax ma yaallaan, waa gurigii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam. yacni waxa ilaahay agtiisa adduunye ay ka tahay ma leh, hadday qiimo lahaan lahayd nebi maxamed baa la siin lahaa oo gacanta loo gelin lahaa.
markaasay leedahay rasuulka ilaahay ow wax yar oo caanaa baa reer noo soo hadiyeeyeen. Markaasaa wuxuu leeyahy aaisha bal ii soo dhowee, markii hore subaxii hore waan iska soomaye laakiin waan iska cabayaay. Subxaana allah, bal fiiri wanaagga, dagaal ma leh, xanaaq ma leh, maxaa wax loo samayn waaya ma leh. Haweenay reer baadiyaha waxaa la yidhi baa waxay ka warramaysay sifaynaysay ninkeedii oo dhintay. Markaasaa waxay leedahay wallaahi laqad kaana daxuukan idaa dakhala idaa walaja sakuutan idaa kharaja aakilan maa wajada gayra saa'ilin cama faqad. Waxay tiri ninkaygu wuxuu ahaa tilmaamahan soo socduu lahaa. Horta kow wuxuu ahaa bay tiri markuu guriga soo gelayo mid qoslayo, isagoo qoslayo guriga soo geli jiro dhoola cadaynayo. Markuu baxayane isagoo aamusan buu bixi jiray, bimacnaa maxay ka wadaa isagoo xanaaqsan oo isbuufinayo oo caraysan sida dad badan maanta lagu imtixaanay iyo rag fara badan. Duurkaasuu ugu soo qoslayo oo ugu soo sheekaynayo oo u faraxsan yahay oo qosolku uga dhacayo gurigiisa mar alla markuu ilinka ka soo gelayo baa waxa weeye lagu soo degayaa. Markaasuu isagoo buufsan ilinka ka soo gelaya oo laga yaabaa maaragtay canugu ugu horreeya ku soo baxay oo laad ku kaciyin xanaaqsan. Subxaanallah, mucaamaladaada iyo mucaasharadaada midda ugu wanaagga badan dadka kuugu mudan waa ahalkaaga weeye. Marka wuxuu ahaa bay tiri markuu soo gelaya mid qoslayo, markuu baxayane mid aamusan oo isagoo qaylinayo oo xanaaqsan ma bixi jirin. Wuxuu ahaa bay tiri aakilan maa wajada, wuxuu helo mid cuno, gayra saa'ilin camaa faqada, wixii waayena muuna weydiin jirin. Waa akhlaaq aad iyo aad u sarrayso oo wanaag badan weeyaan. Waxaa ku tusaya walaalayaal madaahirta ama meelaha islaamku sida uu u qiimeeyey guurka iyo qoyska. Waxaa la reebay dulmiga, reerkii inay isdulmiyaan, ninku inuu xaaskiisi dulmiyo, xaaskii inay ninkeedii dulmiso. Dulanka ilaahay caza wa jalla waa diiday, dulankuna sidiisuuba wuxuu u yahay dulumaad iyo mugdiyaal qofku uu ku dhex dhaco maalinka qiyaama. Adulmu dulumaatun yowma alqiyaama buu nabigu sala allahu calayhi wasalam leeyahay. Dulmigu weliba hadduu dulmiga dadka aqaaribta yahayne wuu kasii xig jiraa oo wuu kasii fog yahay oo wuu kasii xanuun badan yahay. Dulmiga ninku xaaskiisa dulminayo wax walba waa ka xanuun badan. Xaasku ninkeeda dulmiga ay dulminayso waa kasii xanuun badan yahay dulmiga dadka kale dhex maro. Sidaa darteed baa ninka shaacirka wuxuu leeyahay wadulmu dawi lqurba ashaddu maraaratan cala nafsi min waqci lxusaami lmuhannadi. Dulmiga dadka ahlu qaraabada ah ka dhexdhacayo wuu ka xanuun badan yahay buu yidhi seefaha aadka u khatarta oo u culayska badan dhufashadooda oo kale uu ka xanuun badan yahay. Dulmiga marka waa la reebay. Dulmiga noocyadiisa la reebo reerka laga reebay waxaa ka mid ah awlaadda in la dulmiyo oo iyaga la kala fadilo oo qaar la siiyo waxaanan qaarkii kale la siinin, sidaa iyada ah ka mid ah. Waxaana ku tusaya xadiidka saxiixeynka ku yimid Nucmaan ibn Bashiir radi allahu tacaala canhumaa ayaa wuxuu leeyahay aabbahay ayaa wuxuu isiiyey buu yidhi maaragtay xoolu isiiyey. Xoolihii markuu isiiyey baa hooyaday waxay tiri buu yidhi wiilkayga meesha aad xoolaha ku siinaysa waa inuu nabigii jooga sala allahu calayhi wasalam, ha loo yeero. Nabiga baa loo yeeray oo loo geeyey arrinkii, saasaa lagugu yeerayaa. Wuxuu ku yidhi Bashiirow, wiilkaaga Nucmaana waxaad siinaysid, caruurtaada kale ma wada siinaysaa dhammaantood? Markaasuu yidhi maya. Mar nabiga calayhi salaam wuxuu ku yidhi hadday sidaa tahay fashhad calaa gayri, aniga cilaan ahayn u sheeg buu yidhi, waa meesha xaadiri, goobjoog kaga dhig, anigu jawr ma xaadirayo yidhi, meel dulmi lagu wada ma xaadirayo. Riwaayadaha qaarkood wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam ma ku farax gelinaysaa labadaas ilmahaaga inay isku si kuugu baari noqdaan? Haa, haddaba ha yeelin oo ha u dulmi samaynin, laanna dulmiga caruurta ama in ayaga la kala fadilo waxay keentaa inay iyagu isku xadgudbaan oo tarbiyadu ay ka xumaato. Waxaa ka mid ah madaahirta iyo meelaha muujinaya islaamka sida qoyska uu ilaaliyey labadii waalid ayaa ilaahay caza wa jalla wuxuu siiyey xaq weyn, xaq aad u weyn oo muxaadarayan laba aanan lagu koobi karin ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala, oo laga yimid oo laga soo farxamay. Qur-aanka ilaahay la heli maayo xaq alle intuu sheegay inuu waawulcadfi kula kabay cid kale xaqiisii waalidka meelaan ahayn laga heli maayo. wa acbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-an
وبالوالدين إحسانا. يا مالتي حقيقة ضد بضن أو ما أنت كاملة ماشى أي والدين تتكتاغيهين إي حق إله يكتس أي كليهين ونصوص القرآن كي يسمى أي قيحين ما أرتادوا قيحين مظاهر تيما لها إسلامكو وقل إسكاعات كإنو إلا ليكتوس أي وحا كاملة وحا الله يسام ري تربية وناكسن والدين توحى الأمر التربية حسن أولاده ذين إلى ليان وحنا أصل وغور الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وردتك مؤمنين تأهو نفتيني أهل كينبو نار كبورا وكبد بادية وقودها الناس والحجارة وحلغورنا يا يوشيد ألوى بقح يضد ماركتي من مس... يعني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مع علي بن أبي طالب وحليه وحلغورا علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم نفتيني أولادي نبا خير كبرا كون أدبي أرنت أيضا سيدو كلاتو وحا نبي صلى الله عليه وسلم كسو قدموا ليه كل جين وحاته الراعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته والمرء مسؤولة ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها متفق عليه مدوا البعدين كاين كما هو مسؤول وحلال الراعي وحل الراعيين قيامها والويدين ننك هو راعي وحال الراعي أهل كيسة قيامها والويدين هوين إيد هو الراعي وحال الويدين دونا يولا الراعي حا قرق ننك إلي عروتي لما قيامها الويدين دونا تربية مركة وحسالا معها وحلا فضو ضيسان كرانا ماها يعني وح قفكو أنو أقاتم مستحب إنا يتعين مبا هابا ننتا أولا ليال هدان كدو بنا وحا وح يردو المرينا وقت يو قبا قبا يعني أسباب تكين تقويسكو أنو بربورا محاكم إذا وحيباها أقومه يمسن أيان كان إن شاء الله تعالى مارتي كور رمينا وح ير وحلو سو كوري كرا دورا الرمود ومحا أقومه الرأيو قلس كاسو إنو سن أؤابيين إنو إلالي إلهي أوامرتي سبحانه وتعالى سيدا درتين منهج كرباني إيه إلهي نوسو دجيه إيه إلهي نحريس تنوغر ديه قلس كو هدو فوضو ضيستو قلس كاوا بربرا وبربرا يو آيات كي أحاديث تقرآن كي بعد ما أنتو تكتو سيو الله سبحانه وتعالى وحو قرآن كو قلي وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ساسو الله الله سبحانه وتعالى أهل كاغا صلاة أمر وحيابها أقوه الرأي وقل اسكونوا إلى علي للدون يا وامرت إله بي كمتا صلاة دي كون الصبر أرنتا يضع إلهي عز وجل وحو لي هي أنك إذن إرزاق إنا رزق إذن كإذن كمان دونين لكن وحي إلهي إذن دري عبادتي كسو بها أو كاد كاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحال لي وحوها هبين كيمو كعجري صلاة الليل سوءتو كنيو صلاة دي مركو سوء نواتو أيو رير كي سيء نواغي شري الصلاة الصلاة مركاسو هدنا آيادا نخرين شري ما أنتو واحد عكرتو سكدا والدين بلن المهو ديني صلاة أمراني سقو مساعد كوسو عديني كعليان ويدهان وروال قدل يا يسوى نقو سقو صوم ايو أول ربين صوم كل وطر بيايو إنا يرهدان ولما لنقارين اسكدا اسكدا فينا يرهدان بعد عكرتو وانا وحيابا رمتي وحب بدن او ما قويسس بدن او ما انت مسلمين تقويسس كو دي كاميرا اي لبربورين وحيا هي الاسلك قو انفسكم اهليكم نارا لكن قفك وحو كبت بادي لها بعان وقين وانساقي كلاد بقالمو ايا رمتي ارين هذه 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 قلنا حذين بدنا وحن ان شاء الله تعالى كسو كوبينا وقت قو هذا علي ريوا هذا رضو رقيم لبعض اي لندن ان شاء الله وحويان اسباب تقوى وين وقويس كو لبربور وحا كاميرا تربية أولاد هنا للسنين تربية حسنة وددك قاركو سيدة أنت الماني أي أم الأيان عنو قيسينو وحبرو أو تربية أو طريقة إسلامك كدو إنا يتيارين إسكفي عن هدو سمعيان إلهي أجر وكسين أيو هديو إسكدا هنا عن لوع قابينين ما يصير معها وعكس الوي ووحل سويدين قيامه ووحقف البوال إلهي ويدين تبارك وتعالى وحا حديث كسوغا إنك استوى سنة كيس علمات أي وحقليان قفكو والد كاهو المهي سمسي وحكفي عن تربية وناكسا
ilmihiisa ma uu siiyo tarbiyada wanaagsan markay culimmadu ka hadlayaanni. Yacni waxaa laga yaabaa qofku inuu qof walba si tarbiyada u arko, laakiin dhowr arrimood bay ku soo koobaanoo waxaa ka mid ah yidhaahdaan kow tarbiya aliimaaniya, tarbiya iimaaniya canuga in la siiyo, arkaanta iimaanka isagoo yar in loo laqino, arkaanta iimaanka isagoo yar in loo laqino, tawxiidka loo laqino, muraaqaba ilaahay inuu eeganayo, inuu ilaahay la socdo, in mataqaanaay malaa'igaala ay la socdaan, cabsi ilaahay canuga qalbigiisa in lagu weyneeyo, waa tarbiya aliimaaniya weeye. talaadii hadda saan sheegnay in la baro oo la amro isagoo toddoba jiro, nabigu saasuu leeyahay, awlaaddiinna salaadda amra iyagoo toddoba jira, toban hadday gaaraanna ku garaaca. maxaa xikmadda ku jirta ay tahay? waxay leeyihiin culimmada muslimiintu, salaaddu iyada lafteedaa dadka tarbiyaysaba, laanna qur-aankaaba sheegayba, oo ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar, salaaddu qofka siday tahay hadduu u ilaaliyo iyadaaba ilaalisoo xumaanta iyo faxshaaga iyo wax kastoo munkar ahay salaaddu ka reebtaaba. sidaa darteed canuga isagoo yar hadduu salaaddii ku tarbiyoodo iyadaa ilaalinayso oo xumaanta ka ilaalinayso. akhlaaqda in lagu tarbiyeeyo wanaagsan sida runta iyo ammaanada iyo ixtiraamka dadka waaweyn iyo iithaarka iyo deeqsinimada in lagu tarbiyeeyo waxyaabahaasoo dhan oo canugi loo sheego loo ammaano. kadaalika in laga ilaaliyo oo laga nahiyo oo laga reebo akhlaaqda xun, beentii, khiyaanadii, wax isdabamarintii, waxaasoo dhan iyadana tarbiya aliimaaniya canuga waa looga baahan yahay. waxaa ka mid a leeyihin tarbiya caqliya, waxa la yidhaahdo canuga caqligiisa in la dhiso, thaqaafadiisa in la dhiso, qisaska qur-aanka kariimka ayo in looga sheekeeyo qisasul ambiyaa iyo waxyaabaha maaragtay anfacayo canuga maskaxdiisa iyo caqligiisana korinayo. waxaan insha allahu tacaala ku dhammaynaynaa gaar ahaan maanta waqtiga lagu jiro canuga in afkaartiisa la dhiso oo thaqaafa islaamiya la siiyo oo shacaa'irta islaamka waaweyn la baro. yacni waxa weeye waa min amasi lxaaja maanta baahida ugu weyn oo la qabo weeye, maxaa yaele waxaa la marayaa waqti dagaalka socdo uu yahay dagaal maskaxeed, dagaalkii maskaxda in badan oo ka midan acdaada islaamka ay ku guulaysteen ilaa aad arkaysid dad badan oo muslimiina maanta waxyaabihii thawaabidda ahaa ee waaweynaa ee asalka usuusha islaamka ah baa shaki laga geliyey, shaki baa laga geliyey. maca dalika allah subxaanahu watacaala uu maaragtay leeyahay falidalika fadcu wastaqim kama umirt walaa tattabic ahwaahum waqul aamantu bima anzal allahu min kitaab waumirtu liacdila baynakum allahu rabbuna wa rabbukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wa baynakum allahu yajmacu baynana wa ilayhi almasiir. aayadda ilahay wuxuu ku leeyahay nabi maxamedow dadka jidkaa toosan ugu yeer, idigana ku toosnow, hawadooda ha raacin, waxaadna dhahdaa wixii alle soo dejiyey waan raacoo kitaab ahaa, waxaa lay amray inaan cadaalad idiin sameeyo, rabbigeen iyo rabbigiinba waa allah tabaaraka wa tacaala, acmaashiinaad leedihiin xun annaguna teenna fiican baan leennahay, wax doodana dhexdeenna ma taallo, usuusha diinta islaamka ka doodi mayno, idinku waa diideen annaguna waa raacnay, laa xujata baynana wa baynakum allahu yajmacu baynana wa ilayhi almashruuc. waxaan kusoo koobayaa tarbiyada ilmaha la siiyo waxaa ka mid a atarbiya alijtimaaciya, waxa la yidhaahdo ilmuhu dadku ku dhex nool yahay, qof dadka ka baxsan oo meel kore ku nool ma jiro, qof walba dad unbuu la noolaan. sidaa darteed ayaa waxaa lagama maarmaana ilmaha in la siiyo tarbiya ijtimaaciya oo wanaagsan, oo ay ka mid tahay in la baro dadka muslimiinta inay walaalo yihiin, inama almuminuuna ikhwa, in la baro dadka muslimiinta xuquuq inay isku leeyihiin, in la baro bal u fiirso, in la baro canugii yacni maaragtaaye waxa la yidhaahdo iithaarka naftiisa inuu ka dooro wuxuu rabo oo uu u dooro qofka walaalkii ee muslimka ah, sida ilaahayba subxaanahu wa tacaala ansaar uu ku ammaanay waxyaabaha. marka walaalayaal, haddii la waayo tarbiyada iimaaniga ah, haddii la waayo yacni shaki waxaan ku jirin gurigaa khalal baa soo gelayo, khalal aada u weyn, qiyamkii baa ka lumayo, waxyaabihii muqawamaatu sacaadaha baa ka lumayo. waxaan ku soo khulaasaynaynaa qiso cumar bnu lkhadaab radi allahu tacaala canhu waardaa ayaa waxaa u yimid maalin maalmaha ka mid a nin wiil u dhalay gacanta hayo oo ka cabaadaya wiilka inuu caasi ku noqday, wuxuu yidhi cumarow wiilkan caasi buu ugu noqday. cumar markuu damcay wiilkii inuu garaaco ayaa wiilkii wuxuu yidhi yaa amiira almuminiina, bal waxay dhisug, wuxuu yidhi
ولدكو والدك حق ما كله يعي أما ويلكو أبي حق ما كله يعي هابو يري محو يحق كله يعي بوير وحو يروحو كله يعي إنه هو يدي أدوره وهو يفي عنه هذه الدين لما هو يدي قرسنه لما إنه مقع وناكسن أدوره صدح إنه قرآن كبره صدح لا سأقوه وين ويلك وحي يا أمير المؤمنين والله صدح لا متكم إلى أبه نوسن هوا يراتين وحبا يقصين بويري وأمدك وبعد وحيري أبهي هو يدي مركو قرسني وحيري أدوني أدون هوانه هو ضد لي من خرقاه ولب الدقنة بحرت يقعد علي ويري وهو يفي عن إيماء أولين والله ما قاعد هنا إنه وناسي هدايا هينه ما قاعد وحو بحو يرجع له وبحو الدور شاب وبحو ما قاعد الدور شاب بالك اللي راد يبحو بويري مدة صدحانه هل أري أو قرآن كائما برم بويري عمر رضي الله عنه وي اوي كو توستي مركاسا و هو كو يري ما حد كو جليسا اديا ايا marka hore ilmahaaga caaq ku noqday sababna uu noqday inuu caaq noqdo sida darted waxa weeyaan insha Allah ta'ala mawduuc muhaadarada waqtigeedii ba dhamaaday ee muqawimatu saada iyo waxa inta hadda noo harteen muhaadarada dhamaan ka dhigayna nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad jazakumullahu khairan